مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لقاء يومي يتجدد معاكم، حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي همزة وصل. ساعة كاملة هنكون فيها على الهواء مباشرة مع حضراتكم في مجموعة من التواصل، مجموعة من التعليقات كمان اللي هنستعرضها مع حضراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلها تحت عنوان واحد، همزة وصل إي جي. أيضا عبر ضيوفي المختصين والمحللين عبر الاتصالات الهاتفية. إذن مشاهدينا زي ما عودناكم دايما في همزة وصل بيكون لينا شائعة وبنرد على هذه الشائعة بصحة الخبر، طبعا لأننا عارفين أنه الشائعات بتنتشر كالنار في الهشيم وبتكون مصدر هدم للشعوب. الشائعة اللي معانا النهاردة وتصحيح هذه الشائعة أو صحة الخبر بتقول اعتزام صندوق مصر السيادي ببيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب، دي طبعا الشائعة. أما صحة الخبر والحقيقة فبتقول أن صندوق مصر السيادي في تصريح رسمي منه بيقول أنه غير صحيح، ونؤكد أن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق، ونوضح أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس للبيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض، فندقي، تجاري، إداري، ثقافي، ونشير إلى أنه عملية التطوير هتتم بناء على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وده وفق لخطة تعظيم لاستفادة من أصول الدولة، ومش بس كده كمان العمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها. دي مشاهدينا كانت الشائعة وتوضيح صحة الخبر لهذه الشائعة. طيب مشاهدينا، موضوع حلقتنا النهاردة طبعا احنا للعام الثاني على التوالي وشهر رمضان بيهل علينا مع انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم. ما فيش شك أنه بعض الناس بتتخيل أو بيهيأ ليها أنه مع طول عدد ساعات الصيام، كمان مع عدم تعرض الجسم للسوائل لفترات طويلة، ويعني يمكن دي أشياء ممكن تقلل من جهاز المناعة أو تقلل من كفاءة الجهاز المناعي لجسم الإنسان. لكن طبعا الدراسات الأبحاث العلمية أشارت أنه فايدة الصيام كبيرة جدا لتقوية الجهاز المناعي للجسم بشكل عام كمان، لكن لازم يكون في شروط لهذا الصيام، هو تناول الأطعمة الصحية المليئة بالمعادن والأملاح والفيتامينات الصحية سواء في فترة الإفطار أو في فترة السحور، علشان نمد الجسم بكل العناصر الغذائية المناسبة والملائمة ليه، علشان نتمتع بصحة جيدة ويكون رمضان فرصة لتقوية جهاز المناعة. وهو ده سؤال حلقتنا النهاردة واللي بننتظر مشاركات حضراتكم عليه، كيف يعد شهر رمضان فرصة لزيادة المناعة والحماية من كورونا؟ بالتأكيد مواقعنا عبر التواصل الاجتماعي هي همزة وصل إي جي، وتحديدا ننتظر مشاركاتكم عبر فيسبوك وتويتر وجوجل بلاس وسكايب وإنستجرام عبر همزة وصل إي جي. خلينا نروح لتقرير نتابع فيه مزيد من التفاصيل ونرجع لكم علشان نبدأ النقاش. في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة الفيروس، جهود تتزامن مع شهر رمضان المبارك والذي يراه كثيرون فرصة لزيادة المناعة والوقاية من الفيروس، حيث تشدد الدولة على اتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم إقرارها مسبقا لمواجهة فيروس كورونا. الوزارات والمسؤولون من جانبهم شددوا على مسؤولي كافة الجهات المعنية بالمحافظات بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم. تضمنت قرارات مجلس الوزراء أن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، والتي شملت الالتزام بأن لا تزيد مدة صلاة التراويح عن 30 دقيقة. هذا وتستمر الدولة في اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين فيما يتعلق بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات ووسائل النقل الجماعية، ومنع إقامة الاحتفالات بدور المناسبات أو سرادقات العزاء، في حين تقوم الأجهزة المعنية بأعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة والمؤسسات المختلفة
للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من أي إصابات أو أضرار أخرى. إذن مشاهدينا زي ما تابعنا في التقرير، الصيام هو فرصة، نقدر نقول فرصة ذهبية لتجديد نشاط الجسم، وكمان عدد ساعات الصيام الطويلة بتجدد جهاز المناعة للجسم وبالتالي بتحمي من الأمراض عكس ما هو سائد عند البعض. خلونا نقرب أكتر من الموضوع، وينضم إلي عبر الهاتف دكتورة نهلة عبد التواب استشاري البكتيريا والمناعة. دكتورة نهلة عبد الوهاب مساء الخير على حضرتك. أهلا بك يا فندم. يعني إذن كيف نستغل شهر رمضان المبارك في أننا نزود ونجدد طاقة الجهاز المناعي للجسم وكمان نحمي نفسنا من الأمراض وخصوصا مرض فيروس كورونا؟ طبعا يعني انا بقول للناس ده بدءا ببدء الاجراءات الاحترازيه لازم تبقى جزء من شخصيتنا، بمعنى لازم يبقى معانا الكمامه بتاعتنا، لازم معانا ازازه المطهر دي موجوده ما تفترقش عننا حتى لو خدنا اللقاح، لان دي هي طوق النجاه بالنسبه لنا دلوقتي المؤكد اللي اجمعت عليه منظمه الصحه العالميه وهنا في مصر. طبعا بالنسبه لرمضان انا مفروض ان انا اشرب ميه كتير قوي، عايزه على الاقل 2 لتر من الفطار للسحور، بتكون متجزأه. وكمان يعني ما اكلش كتير قوي مره واحده على المعده الفاضيه، اتجنب الوجبات السريعه الجاهزه اللي فيها الزيوت المهدرجه، عايزه اكل طبق سلطه كويس قوي، عايزه اكل خضار عادي. يعني من الفطار للسحور عندنا كوباية خضار، كوباية سلطة، ممكن آكل قد كف يعني قد نص كف الإيد قطعة حلوة بس بعد الأكل بساعتين، قد كف الإيد بروتين. مهم جدا جدا وقت السحور إن أنا آخد سلطة مع الفطار. طيب دكتورة نهلة، زي ما احنا عارفين انه شهر رمضان يعني نقدر نقول هو شهر المشروبات كمان، مش بس الأطعمة الغنية بكل العناصر لكن كمان المشروبات بيبقى عليها تركيز كبير جدا. ايه المشروبات اللي ممكن تعزز معانا جهاز المناعة وكمان تحقق في نفس الوقت التوازن في نسبة السوائل في الجسم؟ هو بس لو حد مش يعني مش بيعمل دايت او مش عايز بفست، ممكن نستعمل ياخد التمرين، ممكن ناخد كمان العرقسوس من الحاجات الجميله جدا جدا ومضاد للالتهابات. ولكن لو حد عنده ضغط عالي يراعي موضوع العرقسوس دوت، يعني ياخده بحذر ما ياخدوش بكميه كبيره. عندنا كمان الكركديه، الحاجات اللي بتظبط سكر، اللي بتظبط الضغط وليس بتعلي او بتوطي زي ما بيتقال. الحاجات دي كلها كويسه جدا، يعني بالنسبه للقشوش او التمرين دي حلو قوي لو الناس عندها قرحه معده، بيبقى مفيد قوي بالنسبه لنا. انا ما بحبش الحقيقه قمر الدين، هو في ناس بتحبها، بس لو حد خد كوبايه مفيش مشكله، بس هو بيبقى مسكر قوي. لو انه بيتعمل في البيت صوره مثلا عصير مش يكون افضل بكتير قوي، لان هو سعراته عاليه قوي قوي وسكرياته عالية قوي، والسكريات العالية بتعمل التهابات في الجسم. يعني يمكن ده كان سؤالي لحضرتك، إذا مخاطر تناول الأطعمة الغنية بالسكريات أو كمان الأطعمة الغنية بالدهون؟ لا بالدهون ما فيش مشكلة، في دهون حضرتك مفيدة ما فيهاش مشكلة، يعني الزبدة من الحاجات المفيدة، السمن البلدي من الحاجات المفيدة، لكن طبعا الزيوت المهدرجه احنا ضدها تماما. المكسرات اللي مش محمره دي دهون مفيده جميله جدا جدا، بس بناكلها برضو بقدر يعني ما نزودش عن حفنه الايد الصغيره كده مكسرات. يعني في دهون كويسه وفي دهون مش كويسه، لكن السكريات انا مش معاها على طول الخط على طول الخط، لان دي بتعمل التهابات طبعا في الجسم. يعني أنا بشكرك أستاذة أو دكتورة نهلة عبد الوهاب، وأرجو أن تبقي معنا، سوف أعود إليك من جديد. وينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف دكتور علي غراب أستاذ أمراض الصدر بمعهد ناصر. صباح الخير دكتور علي. صباح الخير يا فندم. أنا وسهلا.
يعني دكتور علي، وأنت مختص في أمراض الصدر يعني تحديدا، حابة أعرف من حضرتك الصيام بالنسبة لمريض كورونا، هل يجوز الصيام لمريض كورونا وإزاي ممكن يأثر عليه سواء بالسلب أو بالإيجاب؟ تمام. طبعا هو مريض الكورونا بيصنف واحد من 4 مرضى، يعني حسب شدة المرض ودرجة خطورته. في درجات البسيطة، في درجات المتوسطة، في الخطيرة أو الشديدة، وفي اللي هو الكريتيكال إل أو شديد الخطورة اللي هو بيحتاج رعاية مركزة. طبعا الصيام أو المريض عموما بيحتاج لنسبة سوائل كتير، محتاج ياخد علاج بانتظام في مواعيده، ممكن يحتاج مشي ورياضة، ممكن يحتاج العلاج بالأكسجين. طبعا بالنسبة للحالات البسيطة اللي هو بيحتاج عزل منزلي، ده على حسب قدرته، لو هيقدر يصوم ممكن يصوم، لان الاعراض بتبقى بسيطه، عموما بتبقى حراره بسيطه او تفسير في الجسم خفيف، لكن ما بيبقاش فيه اعراض تنفسيه شديده. بالنسبه للمريض اللي هو المتوسط اللي هو بي عنده التهاب رئوي او نسبه الاكسجين بدات تقل عنده شويه، ده بالنسبه للخطيره وشديد الخطوره، طبعا ده مش هينفع يصوم، لان ده مريض عاده بيبقى في المستشفى وبيحتاج ليه ممكن يحتاج الى رعايه مركزه، فالصيام بالنسبه له مش هيبقى ضروري، يعني ده هيعوض بعد كده ان شاء الله لما يقوم بالسلام. لكن بالنسبه للحالات البسيطه ممكن يقدر يصوم على حسب قدرته، يعني قدر يصوم قدر، ما قدرش ومحتاج سوائل كتير، حاسس بهمدان، نومه طبعا بيبقى متقلب في الفتره دي بسبب المرض والتعب، فهو على حسب قدرته بالنسبه للحالات البسيطه اللي هو زي دور البرد العادي. لكن بالنسبه للحالات الثانيه لا، ده بيحتاج ان هو يفطر عشان المحاليل اللي بياخدها، التغذيه السليمه، الادويه اللي بتتاخد كذا مره في اليوم مش هينفع تتاخد منها مثلا وريد او عضل، عاده بتبقى ادويه واكياس فوار، ويعني محتاج رعايه من نوع خاص. طيب حابة استغل وجود حضرتك معانا دكتور علي، وبعض الأمراض بيتم النصح بالصيام لتجنب الإصابة بهذه الأمراض أو تقليل خطورتها، يعني حابة أعرف إيه الأمراض اللي ممكن يكون الصيام يأثر عليها بشكل إيجابي؟ بصي، هو الأمراض الغدد مثلا، زي أمراض مرضى البول السكري اللي هو مرض السكر، برضو المريض هنشوفه، يعني المريض لو سكره كان مظبوط قبل الصيام بيقلل جرعات الانسولين وممكن يقدر يصوم. بالنسبه للامراض المريض الكبد او مريض الكلى او المرضى دول بيحتاجهم برضو، بيبقى في عندهم نوع من الاجهاد السريع، التعب المزمن، بيحتاج سوائل باستمرار، بياخد مدرات للبول. في مرضى طبعا بتغسل الكلى، دي ما ينفعلوش الصيام. ففي بعض الامراض زي السمنه ده ممكن يصوم، يعني مريض السمنه ممكن يصوم لانه هيحتاج ان هو يتحرك، بيقلل اكله. لكن الامراض المزمنه زي مرض السكر، زي مرض الكلى، زي مرض الكبد، الحالات اللي هي متقدمه ما بينفعلوش الصيام. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي غراب، أستاذ أمراض الصدر بمعهد ناصر، وهرجع مرة تانية لضيفتي الكريمة دكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتيريا والمناعة، بجدد الترحيب بحضرتك دكتورة نهلة. إذا نصيحة حضرتك للصائمين بتناول سواء وجبة الإفطار أو السحور، الأطعمة اللي بتكون مناسبة وصحية لوجودها على مائدة الإفطار أو مائدة السحور. انا الاطعمه المناسبه تكون موجوده هي الخضروات بانواعها. اليومين الحر اللي احنا فيها دي مهم جدا جدا نكتر من الخضروات على قد ما نقدر. مفيش مانع ان احنا ناكل برضو النشويات بس بصوره بسيطه، ما نزودش كتير، بس ناكل بذكاء، يعني واحده واحده كده لغايه لما نوصل للنشويات. يعني احنا لو بدانا مثلا بطبق الشوربه بالراحه، وبعدين بعد كده طبق السلطه، وبعدين بعد كده بدانا ناكل قطعه بروتين، فعبال ما بنوصل للنشويات بنكون بدانا شويه نشبع ونبتدي ناكل بالراحه، عشان يعني ايه المعده 20 دقيقه بالظبط وتبتدي تشبع. ف يعني احنا لو قعدنا ناكل بالراحه فاحنا ممكن ما ناكلش كميه كبيره. اوصيهم كمان برضو السلطه والخضار في السحور، الزبادي من الحاجات المهمه جدا، الخيار والخس من الحاجات اللي بتحتفظ بالميه،
خصوصا في اليومين الحر اللي احنا فيهم دول، والميه الميه الميه. هل حضرتك يا دكتور تنصحي بتناول العصائر يوميا على الافطار، ولا بتبقى فيها نسبه سكريات عاليه فممكن يتم تناولها مثلا 3 ايام في الاسبوع؟ والله بصي، انا مش مع العصائر خالص، بس هو لو ان هو يحط ممكن ياخد ماشي يوم او يوم، لا مفيش مشكله، مرتين في الاسبوع مفيش مشكله، بس افضل ان هو ما يتحلاش بالسكر الكتير. لكن ممكن ناخد سكر ستيفيا، ده مش اعلان، سكر ستيفيا ده حلو ونوع من انواع النبات، بيتحلى بالعصاير او الحاجات اللي زي دي، يقدر يشربه وما ياخدش سكريات عاليه. وهل يمكن استبدالها بالفواكه الطبيعيه؟ انا اشوف ان انا ما اخدش عصير فاكهه، لكن اكل الفاكهه نفسها في حد ذاتها، بس لو هاخد فاكهه يبقى مثلا ثمر، يعني لو هاخد ثمرتين فاكهه مثلا، ما اخدش حاجه حلوه بقى تاني، يعني ما اخدش سنيت، يعني ما اخدش اكل من الحلويات اللي انا عاملاها، يا يعني اما الفاكهه يا اما الحلويات، مش الاثنين مع بعض. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نهله عبد الوهاب، وانت استشاري البكتيريا والمناعه، شكرا جزيلا لك. وهرجع مره تانية لضيفي دكتور علي غراب، استاذ امراض الصدر بمعهد ناصر. طيب دكتور علي، اذا كنا بنتكلم على وجبات الافطار ووجبات السحور، اهم الاطعمه اللي لازم تكون متوفره على مائده الافطار ومائده السحور؟ بص حضرتك، بالنسبه للاكل، بالنسبه للمريض اللي هو هيصوم او حتى اللي هو مش هيصوم، يعني لازم يبقى الاكل متوازن او معتدل في الكميات، يكون نسبه الخضار لازم تكون كبيره، نسبه البروتينات زي اللحوم او الفراخ او السمك لازم تكون عاليه، هنقلل نسبه النشويات او الكربوهيدرات، او بالنسبه للرز والمكرونه والعيش هنقلله، يبقى هنزود الخضار، وبالتالي هنزود الفاكهه، هنزود البروتينات، هنقلل نسبة النشويات والنشويات زي الرز والمكرونة والعيش. هننصح برضو بشرب كميات كبيرة من السوائل أو العصاير أو حتى العرق سوس، بس المرضى اللي هم عندهم ضغط يعني يشربوا كميات بسيطة، أو يمنعوا العرق سوس خالص كمضاد للأكسدة، يعني العرق سوس حتى بيستخدم كمضاد للأكسدة. بالنسبة للمكسرات أو بالنسبة للمكسرات فيها نسبة مغنيسيوم عالية ونسبة زنك عالية، فهي برضو بتساعد على الوقاية من الإصابة بالفيروس زي فيروس كورونا مثلا. برضو تاني حاجة الاهتمام بالنوم الكويس، ممارسة الرياضة يوميا 3 ساعة ماشي على الأقل، والبعد عن التوتر والقلق. يبقى دي النصايح اللي احنا بننصح بيها سواء كان المريض او الشخص العادي للوقايه من الاصابه بالفيروس زي فيروس كورونا او الامراض عموما، هو الخضار والفاكهه والسوائل والبعد عن التوتر والقلق، وده مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، البعد عن التوتر والقلق. احنا بدانا نشوف دلوقتي من الموجه الاولى في شهر 3 اللي فات اللي هو 2020، ان المرضى اللي بيصابوا بالتوتر والقلق نسبه الوفاه فيهم عاليه. اللي هو يعني حضرتك اديتنا روشته مجمله كده ومختصره ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا تحديدا في شهر رمضان، وازاي بالتالي نقوي ونعزز جهاز المناعه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي غراب، وانت استاذ امراض الصدر بمعهد ناصر، شكرا جزيلا لك. طيب مشاهدينا، خلونا نفتح نافذة للتواصل والتفاعل مع حضراتكم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر همزة وصل اي جي، وهنروح على طول نتعرف على تعليقات حضراتكم ومشاركاتكم معانا على طول. اول مشاركة معانا استاذ محمد إناوي عاشور بيقول لنا في رسالته: برأيي بيعد شهر رمضان فرصة لزيادة المناعة وكمان الحماية من كورونا بالنظافة والإيمان والتعقيم المستمر وتناول الأطعمة والمشروبات اللي بتزود المناعة وبتقي، والوقاية خير من العلاج، وخلال الصيام ربما تقل فرص عدوى فيروس كوفيد كورونا المتحور المتغير ويحدث هندسة وراثية ليه. طيب من أستاذ محمد هنروح لعنصر نسائي، أستاذة ناهد عبد الفتاح بتقول لنا: السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة ناهد. في ظل تزايد الإصابات في الموجة الثالثة، في عدة طرق يمكن للدولة أن تنفذها: أن يتم توفير التطعيم ونزول حملات تطعيم للأحياء والقرى،
كمان مع تخصيص مدة زمنية لكل منطقة وفرض غرامات على المتخلفين، نزول حملات تطعيم للمصانع وأماكن العمل مع الإبلاغ في المحافظات الأكثر زحام وعرضة لانتشار الوباء، واعتبار التطعيم واجب وطني من لهم غطاء تأميني يتم البدء بيهم، وجود ترقيم إلكتروني لكل رقم قومي يتم تطعيمه، وكمان رفع مناعة جسم الإنسان لن تكون في يوم وليلة لكن المفروض إنها تكون نظام غذائي من الصفر، عمل عداد وطني للنسبة المستهدفة. طيب نروح لأستاذ محمود الضوي بيقول لنا في رسالته: يعد شهر رمضان فرصة لزيادة المناعة والحماية من كورونا بالتغذية والأطعمة المفيدة للجسم واللي بتساعد على تقوية المناعة، والمشروبات والسوائل الطبية لتقوية المناعة والنظافة أول بأول، والاستحمام وراحة البال بالتقوى والإيمان وذكر الله والأخلاق الحميدة ونظافة القلوب وكل شيء، والوقاية خير من العلاج، وعدم الخوف وعدم الإرهاق والتوتر والانفعال لأنه العقل السليم في الجسم السليم. طيب من تعليق أستاذ محمود ضوي مشاهدينا ومتابعينا الكرام دي كانت أبرز التعليقات والمشاركات اللي وصلت لنا عبر همزة وصل إي جي. طيب خلوني أرجع مرة تانية لضيوفي عبر الهاتف، وينضم إلي دكتور أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق. صباح الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا مرحبا. يعني عايزين حضرتك وأنت مختص في علم الفيروسات تحديدا تكلمنا عن فيروس كورونا، وإزاي ممكن مريض كورونا يصوم في رمضان، وإيه هي الحالات اللي ممكن يصوم فيها؟ أولا هذا الفيروس لا يزال غامضا، وحتى أسلوب معايشته نلاحظ أن تغير الأعراض اللي بتحدث كل مرة مغير عن ما قبل. يعني النهاردة مثلا أبص ده في مغص شديد في البطن، في زغطة، في سطح جلدي وما إلى غير ذلك، أمور جديدة دي بتواكب تغير الجيني للفيروس، يعني تغير بتواكب بكل ما الفيروس يتغير. فمن هنا كان الإسراع على التطعيم أو الإسراع على تطعيم العالم كله وأسرع ما يكون، لأن لا أحد في أمان إلا ما يكون الجميع في أمان، كان ده عالميا. أما بالنسبة لمصر، بالنسبة للوطن الغالي، أولا المفروض إن المريض هنا في مصر التطعيم أصبح يعني واجب، زي ما بيقولوا واجب وطني أو يعني حاجة قومية، ما هياش لابد منه، لأن التطعيم في حد ذاته بيجنب الإنسان أو بيجنب المريض من الدخول في مراحل تكاد تكون تؤدي بحياته أو أن هي تدخله في مراحل بقى الرعاية المركزة وما إلى غير ذلك. صحيح أن التطعيم ما بناخده ممكن أصاب تاني، بس إصابة تكون خفيفة، أتمنى ما طعم بتيجي برد خفيف ولا أي حاجة، لكن لما طعمتش بخش بقى في الدور إياه بقى اللي هو كامل هيئته، اللي هو طبعا يعني جاز يعني ده هيكون مشكلة كبيرة جدا. إحنا بنقول بالنسبة لشهر رمضان بننتهز هذه الفرصة أن المناعة بتزيد في جسم الإنسان، بمعنى لو أنا عملت صورة دم وشفت كرات الدم البيضة في أول يوم في رمضان وفي منتصفه وفي آخره، أبص تلاقي أن عدد كرات الدم البيضاء بيزيد، اللي هو أساس المناعة في الفصيات أو ما إلى غير ذلك، اللي هو أساس المناعة في الجسم. ثانيا يعني الأكل بتاعنا بيكون أكل لحد ما يعني متنوع، وده مهم جدا. يعني مثلا في الفطار طبعا التمر أهم حاجة، ده عبارة عن منجم وليس مستودع، منجم يعني ده خير كتير جدا من الأملاح، قصدي من المعادن اللي هي بتمثل حاجة لسلامة الإنسان. طبعا الخضروات مهمة جدا. بعدين أنا بحذر الناس اللي هم في بيتسحروا بمثلا حاجه من الدهون او حاجه فيها دسمه، الدسامه دي بتخلي الانسان يعطش عطش جامد بالنهار، لان طبعا المواد الدهنيه بتتحلل لاحماض دهنيه اللي بتمص الميه اللي في الجسم، فطبعا لو كلها بيحس بعطش شديد جدا. انا شايف مراكز جهازيه الدوله
جهاز الدوله من التطعيمات عملت يعني اكثر من قرابه 200 مركز لتلقي التطعيم، وده امر مهم جدا. واحنا طبعا زي ما احنا قلنا لما نسبه 60% من الشعب يطعم بيكون الفيروس اقل انتشارا واقل خطوره على المواطنين. طيب بما ان حضرتك يا دكتور احمد متخصص في علم الفيروسات، يعني ايه الامراض الفيروسيه تحديدا؟ زي ما احنا عارفين انه فيروس كورونا هو فيروس تاجي، ايه الامراض الفيروسيه الاخرى اللي ممكن يعني يقل تاثيرها بشكل ايجابي على المريض خلال فتره الصيام؟ الامراض الفيروسيه عندنا طبعا امراض الكبد عامه. أمراض الكبد عامة طبعا ما هو الفيروس سي وفيروس بي، كل دي فيروسات، كل دي أمراض فيروسية بتصيب الإنسان. طبعا إحنا بنقول يعني توخي الحذر، إذا كان مثلا الكورونا لها والأمراض الأخرى لها نظام، مثلا نفترض زي نظام الكبد اللي بينتقل عن طريق الدم بس، وده طبعا بنحاول إن إحنا نكون يعني حذرين. أما بالنسبة لكورونا طبعا يعني بنتوخى طبعا، اول حاجه الانسان الصحيح بيتوخى دور البرد، لان البرد لما بيجي للانسان اذا جسمه برد قوي 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 فتسقط المناعه معه فيتقبل الفيروس غيره من الانسان، يكون متقبل الفيروس اكثر من غيره. ده من ناحيه بقى اكل والشرب مثلا في رمضان. يعني هي بالنسبه لمرضى الكورونا، مرضى كورونا في مرضى وفي متعافين. المرضى دول طبعا يعني يحل لهم يعني طبعا ده اولى الاولويات، اللي هو بيفطر طبعا في رمضان، هو مريض الكورونا اللي بيعاني من الام وعوارض الكورونا. اما بالنسبه للشخص المتعافي، الشخص المتعافي بيكون له برضه درجاته. الدرجه الاولانيه اذا كان حس بهزال وضعف عام وهو الى اخره يجوز له. اما الشخص اللي هو بيحس بنفسه اللي هو يعني الى حد ما ما فيش اعراض، جسمه يعني بقى كويس مثلا في تحركاته وفي معاملاته، ده دون يصوم. والصيام طبعا ده يعني اول مناعته، وطبعا والنظافه العامه وما الى غير ذلك. طيب حابه اعرف من حضرتك دكتور احمد روشته بسيطه كده للمواطنين، ازاي يحافظوا على نسبه السوائل في الجسم، خصوصا اننا بنصوم عدد ساعات طويله، فازاي يحدث التوازن بين السوائل في الجسم وايضا ضروره واهميه شرب المياه؟ تمام. اولا يعني كلمه صغيره بس بدايه الكلام، انا الناس يقول لك يا عم الدنيا بقى حر وهتكون حصوه وغول اخر، ودي علميا أن الجسم بيحتفظ بالمية اللي عنده فيزيد نسبة الصوديوم، فتزيد نسبة الصوديوم التي لا تبلور معها حصى أبدا. يعني أنا مصوم مية بتقل والجسم بيحافظ عليها، فبالتالي بيزيد نسبة الصوديوم الذي يمنع تكوين أي حصوة أو أي حصوة في المسالك البولية وما إلى غير ذلك. كذلك برضو أن سموم الجسم في البول بيكون فيها من ضمن هذه السموم تكسر البولينة في البول، فبالتالي تمنع تبلور اي حصوه في البول، عاملين مهمين جدا. الحاجه الثانيه ازاي احافظ على الميه في الجسم؟ اولا في السحور يجب زي ما قلت انفا، في السحور لابد الانسان ياكل مثلا خضروات واهمها الخيار والطماطم، ده بيمدوك بالميه طبعا، بحيث طول النهار تبقى لحد ما لو كلت مثلا الحاجات المعهوده في رمضان، الحلويات مثلا زي الكنافه او غيره، الحاجات دي كلها دي طبعا عباره عن مواد دهنيه بتكون كثيره فيها. هذه المواد الدهنيه بتتحلل الى احماض دهنيه، هذه الاحماض الدهنيه بتمص الميه اللي موجوده، فيحس الانسان بعطش شديد جدا في نهار رمضان. الحاجه الثانيه بالنسبه للاكل، طبعا الاكل يكون متوازن، يعني طبعا زي ما قلت التمر او البلح في اول ما افطر، بعدين اذا كان في حاجه دافيه كده اشربها، وبعدين اقوم اصلي ركعتين المغرب، وبعدين اصلي ركعتين او المغرب، وبعدين ابدا الاكل العادي. الاكل العادي بيكون طبعا ما يكون الى حد ما يعني في يعني طبعا عدم الافراط، لكن طبعا احنا بنقول مشان الدهون بنخاف منها،
عشان الدهون دي ممكن إذا في النهاية هو استبدال كامل بالأطعمة، للأطعمة الضارة الغير صحية بأطعمة صحية من خضروات وفاكهة وخلافه من الأطعمة الصحية. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد شاهين، وأنت أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لك. خلونا ينضم إلي أيضا عبر الهاتف دكتورة رضوى الباز، أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء. دكتورة رضوى مساء الخير. مساء النور يا فندم عليك وعلى السادة المشاهدين، ورمضان كريم علينا جميعا. رمضان كريم على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. دكتورة رضوى، يعني حابة أتطرق معاكي الجزئية، البعض يعني يتغافل عن وجبة السحور ولا يهتم بيها بشكل دائم ومستمر، أهمية وجبة السحور في رفع جهاز المناعة وخصوصا لما تكون وجبة السحور صحية وتحتوي على الأطعمة الصحية الكاملة. طبعا في البداية برحب بيكي وبالسادة المستمعين، وبتكلم ان في النهاردة احنا في مرحلة الكورونا، فلابد من تعزيز كفاءة الجهاز المناعي عن طريق الأطعمة المختلفة. فمهم جدا ان احنا وجبة السحور، طبعا ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني مهم قوي وجبة السحور، وربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام اوصى بيها على اساس ان احنا يعني ما نتعرضش لمرحله من الجوع او انتهاك للجهاز المناعي. فدلوقتي السحور بفضل جدا يبقى فيه نسبه بروتين عاليه، سواء كان فول سواء كان بيض. باخد مثلا من 4 ل6 معالق فول مع بيضه، مثلا مع كوبايه لبن، مع زبادي، ومهم قوي الزبادي لان فيه بروبيوتيك طبيعي، ده بيرفع من كفاءه الجهاز المناعي جدا، وخصوصا زي ما حضرتك ذكرتي في مرحله الكورونا. مهم برضو ان انا اتناول خبز بلدي، على اساس ان الحبه الكامله دي بتحسسني بالاشباع، فبالتالي ما بحسش بالجوع ثاني يوم او في نهار رمضان. طيب دكتوره رضوى، حابه اتكلم مع حضرتك ايضا عن مريض الكورونا، ازاي مريض الكورونا واللي اثبت بالفعل اصابته بالفيروس انه يبدا يعزز وينشط جهاز المناعه، مش بس في فتره الصيام، في الفترات العاديه واليوم الطبيعي، ايه الاطعمه اللي لازم يحرص انه هو يتناولها بشكل مستمر؟ المهم قوي ان احنا ان هو ياخد 500 جرام من الخضار والفاكهه كل يوم، على اساس ان هو بيحاول يرفع من كفاءه الجهاز المناعي. وبفضل جدا الخضروات والفواكه الطازجه، مش بحب اللي هي الخضروات اللي مثلا موجوده في بتبقى متخزنه في الفريزر او حاجه، لا انا عايزه الخضروات الطازجه اللي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الاملاح المعدنيه الطازجه. بنغسل الخضار والفاكهه بالميه والخل مده لا تقل عن 10 دقائق، على اساس ان انا مش عايز برضو انه يتعرض لجرثومه المعده، ودي نوع من انواع الانتهاك برضو للجهاز المناعي. طيب من اهم الحاجات اللي بنبه عليها الثوم والبصل، مهمه قوي في وجبه السلطه، لازم احط ثوم وبصل في السلطه كل يوم، على اساس ان انا فيها نسبه كبريت وسيلينيوم عاليه جدا، بترفع من كفاءه الجهاز المناعي. عايزه الثوم والبصل ما يبقاش مطبوخ، يعني على اساس ان انا استفيد من الزيوت الطياره اللي موجوده، وبالتالي بيعمل نوع من انواع الحفاظ على الجهاز المناعي. برضو مهم قوي ان احنا نعرف ان الجهاز المناعي بيرتكز على 4 ركائز اساسيه، اللي هم ايه؟ التغذيه السليمه، النوم السليم، الهدوء والرياضه. لو حافظنا على ال4 ركائز دول احنا ان شاء الله كده هنعدي بسلام من مشكله الكورونا. فالتغذيه السليمه عن طريق ان انا زي ما قلت لحضرتك بنعزز كفاءه الجهاز المناعي عن طريق ان انا لازم يوصلني 3 محاور اساسيه كل يوم، اغذيه الطاقه، اغذيه البناء، اغذيه الوقايه. طيب دكتورة رضوى، يعني يمكن في الأيام الأولى من الصيام دايما بنلاقي بعض المواطنين بيعانوا من بعض المشاكل، سواء في الجهاز الهضمي أو القولون، فكرة عملية الهضم ما بتكونش بالشكل الأمثل، إزاي ممكن نحافظ على الصحة العامة خلال رمضان، وأيضا يعني نبعد عن مشاكل الجهاز الهضمي خلال الأيام الأولى، ترتيب تناول الأطعمة اللي ممكن تحفز المعدة أكتر على عملية الهضم؟ بصي حضرتك، هو أول ما الأذان بيأذن، أذان المغرب، باخد 3 تمرات
على اساس السكريات البسيطه دي بتوصل للمخ بسرعه، فبالتالي بتنبه البنكرياس ان في اكل داخل، يبدا يفرز الانسولين. بعد كده بدخل على الشوربه، مهم جدا ان انا اخد حاجه دافيه تدفي بطني او تدفي المعده، على اساس ان في ناس كتير بشوفها بتشرب مشروبات رمضانيه او بتشرب حاجات ميه ساقعه او حاجه، فده بينبه العصب الحائر. فلو حصل تنبيه للعصب الحائر ممكن يحصل اغماءات، ممكن يحصل عسر هضم، ممكن يحصل قيء، ممكن يحصل اسهال. فبالتالي انا عندي الشوربه الدافيه دي مهمه جدا علشان بتدفي المعده. بعد كده يعني ممكن اخد 5 دقائق كده اصلي المغرب ولا حاجه، وبعدين ارجع ابدا بطبق السلطه اللي بيحتوي على كل الالوان والفيتامينات والعناصر المعدنيه اللي بتعلي او بتعزز كفاءه الجهاز المناعي. بعد كده بخش على الوجبه الرئيسيه اللي هي بتحتوي على الثلاث محاور الاساسيه، اللي هو اغذيه البناء اللي هو بتتمثل في قطعه بروتين، اغذيه الطاقه اللي هي بتبقى مثلا من 4 ل6 معالق رز او مكرونه، واغذيه الوقايه اللي هي مثلا هنقول الخضروات الطازجه اللي هي بتبقى معموله ني في ني، مش بحب قوي ان هي تبقى متسبكه. وطبعا مهم جدا ان انا اشرب ميه من 8 ل10 كوبايات ميه من الفطار للسحور، لان انت عندك في مشكله الناس بتنسى تشرب ميه، ويجي يشرب ميه قبل ما الاذان الفجر يأذن يشرب مثلا لتر ميه، فالكلى ما تقدرش تستحمل الكم ده من المياه وبتنزل في صوره البول، فبالتالي الجسم ما بيقدرش يستفيد من الميه دي. فمهم قوي ان انا اشرب من 8 ل 10 كوبايات ميه من الفطار للسحور على اساس ان الجسم يستفيد من الميه دي. لازم نعرف ان وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل ما هنشرب ميه كل ما الاجهزه بتاعتنا هتبقى تعمل على اعلى كفاءه، الهرمونات هتعمل على اعلى كفاءه، الانزيمات هتعمل على اعلى كفاءه. وبالتالي انا من يعني من من, من المنبر بتاع حضرتك بوجه للناس ان هم لازم يهتموا جدا بموضوع الميه، ونحاول بقدر الامكان نقلل من السكريات اللي موجوده وخصوصا في المشروبات الرمضانيه. يعني بالتأكيد دكتورة رضوى حضرتك قدمت لنا نظام غذائي صحي ومفيد وطيب لكل المشاهدين. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رضوى الباز، وأنت أستاذة التغذية بمعهد تكنولوجيا الغذاء، شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدينا أكيد رمضان فرصة ذهبية، فرصة طيبة جدا علشان نغير عاداتنا الصحية السيئة ونستبدلها بعادات أخرى صحية سليمة لرفع جهازنا المناعي وبالطبع الحماية من جميع الفيروسات وخاصة فيروس كورونا. إذن مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة مع حضراتكم من همزة وصل، استنونا غدا فريق عمل جديد وهمزة وصل، إلى اللقاء.